بالحقيقة المستحقات الفلاحين والمزارعين في محافظات إقليم كردستان تم معالجتها من خلال قرار لمجلس الوزراء خول بموجب وزارة التجارة على معالجة هذه المشكلة، وتم دفع مستحقات عام 2014. احنا الآن بانتظار إقرار الموازنة المالية لعام 2023 لاستكمال الأعوام 15 و16، ولم يتبقى من المبلغ سوى 262 مليار بعد أن كانت 318 مليار. المشكلة تم معالجتها وتم دفع أموال من قانون الأمن الغذائي إلى الفلاحين في الإقليم. الآن احنا بانتظار إقرار الموازنة. السيد الوزير التجارة التقى مجموعة من الفلاحين والمزارعين، وهناك متابعة حثيثة ومهمة من السيد النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، حيث يتابع مع وزارتي المالية والتجارية هذا الموضوع. فقرة مستحقات الفلاحين والمزارعين لم تتضمن محافظات مناطق إقليم كردستان، بل تطرقت بشكل عام على مستحقات الفلاحين والمزارعين. بالتالي اقتضى الموضوع اقرار قرار من مجلس الوزراء لتخويل وزارة التجارية صلاحية صرف مبالغ المستحقات، وقد اعترفت التجارة ضمنيا بهذه المستحقات ودم دفعة أولى شملت 2014. احنا الآن بصدد انتظار اقرار الموازنة لدفع المبالغ كاملة استنادا على ما جاء بقرار مجلس الوزراء. يعني كل الأموال التي أقرها قانون الأمن الغذائي تم صرفها باستثناء مبلغ يصل إلى 200 أو 300 مليار. الآن تنسيق بين الدائرة الإدارية والمالية في وزارة التجارة ووزارة المالية لغرض صرف هذا المبلغ إلى وزارة التجارة، وبالتالي هناك إجراءات إدارية ومالية بين الوزارة ووزارة المالية لغرض استكمال كامل المبلغ. تم استغلال مبلغ الأمن الغذائي إلى السلة الغذائية ومستحقات فلاحين ومزارعين، وتم تسديد كل مستحقات الفلاحين والمزارعين لعام 2022 فضلا عن شراء مادة الحنطة. اليوم احنا نستكمل شراء مادة الحنطة لعام 2023 من خلال تعاقدات جرت وتجري هذا اليوم لغرض توفير مادة الحنطة إلى المواطنين وتجهيزها من خلال المطاحن كمادة طحين أولية في عموم مناطق العراق. لا يحتاج أي قرار، لكن مجرد الدخول في سنة مالية جديدة يتطلب الأمر إقرار موازنة مالية يتم من خلالها صرف المبالغ. وبالتالي احنا لا توجد لدينا اي مشكلة مع فلاحين ومزارعي الاقليم بقدر ما ننتظر اقرار الموازنة العامة للدولة. ان شاء الله سيتم اقرارها خلال الشهر الثاني، وبالتالي كل مستحقات الفلاحين والمزارعين في اقليم كردستان ستصرف اسوى باقرانهم في المحافظات العراقية الاخرى، وهذا ما اكدته لجنة شكلت في وزارة التجارة الشركة العامة لتجارة الحبوب، حيث اكدت بان لابد أن تصرف الأموال إلى الفلاحين المزارعين كونهم سوقوا الكميات إلى المحافظات العراقية الأخرى أو إلى مخازن وزارة التجارة. والله إحنا كتبنا إلى مجلس النواب وكتبنا إلى مجلس الوزراء وكتبنا إلى وزارة المالية، والأمور أصبحت الآن طبيعية جدا. نحتاج قليل من الوقت، يعني هم تحملوا علينا كثيرا، نحتاج قليل من الوقت لصرف مستحقاتهم بشكل كامل. احنا عندنا تنسيق مع مكتب رئيس الوزراء وتنسيق مع وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، بغيت انتهى من هذا الموضوع الذي مضى عليه أكثر من 7 إلى 8 سنوات، وبالتالي حسمته وزارة التجارة من خلال قرار لمجلس الوزراء واللجان التي أكدت ذلك في وزارة التجارة بالشركة المعنية والجهة القطاعية في وزارة التجارة. نعم، يعني تعهد وهم أبنائنا وأخواننا وقد بذلوا جهود كبيرة في ذلك، ونحن لم ننكر هذه الجهود ولم ننكر هذه الأموال، بالعكس
أتوا إلى بغداد وجلسوا في حوار مع وزير التجارة وكل قيادة الوزارة، وكان مرحب فيهم وكان طروحاتهم حضارية ونموذجية، والأمر يعني انتهى تماما. نحتاج الوقت البسيط جدا لغرض دفع هذه المستحقات استنادا لقرار مجلس الوزراء. لا يحتاج أي حالة تظاهر ولا يحتاج أي مخاطبة، الموضوع تم الانتهاء منه بشكل كامل، والوزارة أقرت هذه الأموال. إذا تم وصول المبالغ إلى وزارة التجارة فسيتم الصرف من خلال دوائر التجارية أو فروع الشركة العامة لتجارة الحبوب في محافظات الإقليم، أو يخصص إلى وزارة التجارة وبالتالي تخصيصه أو توزيعه على مستحقين من الفلاحين والمزارعين. الموضوع لا يحتاج تظاهر ولا يحتاج أي شيء آخر من المخاطبات. أنا قلت لك مرات كثيرة في إجاباتي أن الموضوع حسم بالكامل، لكن نحتاج إقرار الموازنة العامة للدولة لصرف المبالغ. إحنا دفعنا 2014 ولم يتبقى سوى 15 و16، والمبلغ يعني سيدفع بالكامل إلى محافظات الإقليم، وكل الأمور مجهز لها في الشركة العامة لتجارة الحبوب. مجرد إقرار الموازنة ينتهي الأمر ولا توجد أي مشكلة. حقيقة زيارة السيد رئيس الوزراء إلى مخازن وزارة التجارة وإشرافه بشكل مباشر على حملة إطلاق تجهيز عوائل الرعاية الاجتماعية بالعدد 5,100,000، فضلا عن دعوته لدخول وزارة التجارة في القطاع التجاري والنزول إلى الأسواق لغرض معالجة ارتفاع الأسعار. وزارة التجارة أطلقت حملة لتجهيز بيض المائدة للمواطنين من خلال منافذها ومراكزها التسويقية التابعة للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، وأيضا اليوم أعلن أن سعر الطحين وصل إلى 38,000 بعد أن كان يوم 39، والطحين بدأ تتنازل أسعاره. وأيضا لدينا تجهيز آخر للحليب من خلال الحليب المدعوم بأسعار مخفضة، فضلا عن التنسيق الآن مع شركات القطاع الخاص العراقي لتجهيز المواطنين بأسعار مخفضة لمادة الدجاج. كل هذه أعمال تجارية دخلت بها وزارة التجارة الخدمة خلال أزمة ارتفاع سعر الدولار، وأيضا نجهز 41.5 مليون مواطن عراقي بسبع مواد أساسية كاملة، فضلا عن تجهيز عوائل الرعاية الاجتماعية بخمسة مواد أساسية من ضمنها الحليب والطحين والشاي. الأمر يعني تطبيق الحكومة لبرنامجها الحكومي الذي أقر أهمية القضاء على البطالة، فضلا عن مواجهة الفقر من خلال تمكن المواطن من استلام 10 مواد أساسية. عدد العوائل 5,100,000، يضاف لهم عدد 1,700,000 بعد حملة رئيس الوزراء لشمول أعداد أخرى برواتب الرعاية الاجتماعية، ما مجموعة 6,800,000. بالجهة الأخرى وهؤلاء يستلمون 5 وجبات إضافية على مواد السلة الأخرى 7، اللي هي معجون الطماطم، البقوليات بشقين، زيت، سكر، الطحين، الرز. وتوجيه وزير التجارة بأن يتم تجهيز هذه المواد دفعة واحدة دون تجزئتها. والله حقيقة القرار يشمل كل العراقيين على امتداد أرض الوطن ومخازن محافظات الإقليم الآن مليئة بالمواد الغذائية، ونعاني مشكلة في محافظة سليمانية جراء تكدس كميات كبيرة من المواد الغذائية في مخازن المحافظة، فضلا عن أربيل وتهوك. كل المواد الغذائية متوفرة في محافظات الإقليم أسوة بالمحافظات العراقية الأخرى، فضلا على أن كميات كبيرة من المواد الغذائية داخل العراق تستلم من خلال منافذ الحدودية في تهوك، ومن تهوك توزع على المحافظات العراقية
احنا في وزارة التجارة حكومة اتحادية نعمل على إيصال المواد الغذائية إلى عموم المواطنين على امتداد أرض البلاد، ومحافظات الإقليم تستلم كامل حصصها دون أي نقص، وأسوة بالمناطق العراقية الأخرى. حقيقة المواد الغذائية التي يتم استلامها المواد الغذائية التي يستلمها المواطن في الحصة الشهرية معجون الطماطم نوع تونسة، وإذا هناك أنواع أخرى من معجون الطماطم يتم التعامل فيها. أيضا البقوليات عدس وفاصوليا أو عدس وحمص، يعني شقين بالبقوليات، وزيت الطعام والسكر والطحين والرز، سبع مواد أساسية. في شق الرعاية الاجتماعية المشمولين يستلمون ثلاث مواد جديدة مع إضافات في مادة السكر والزيت، يستلم مادة الشاي ومادة الحليب فضلا عن الطحين الصفر. يستلم هذا المواطنين الرعاية الاجتماعية يستلمون 10 مواد أساسية في البطاقة التموينية.